أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. نهاية مأساوية، وتزوج 4 مرات وأنجب بنت لم يراها، ولقب بأنطوني كوين العرب، وما لا تعرفه عن الفنان السوري خالد تاجة. لم تكن حياته بعيدة عن الأدوار التي جسدها في العديد من المسلسلات، امتزج فيها الفرح والحزن حتى في أيامه الأخيرة. وقد برع في الأعمال الدرامية والكوميدية وفي أنماط وبيئات فنية مختلفة، واشتهر بتماهيه مع الدور والحرص على تقديم أفضل ما لديه دائما، وحرص أغلب مخرجي الدراما السورية على أن يكون ضمن أبطال أعمالهم، لأنهم يعرفون أنه يعطي لأي عمل يشارك به أهمية خاصة. والممثل السوري الراحل خالد تاجة، الذي ولد في 6 نوفمبر عام 1939 في دمشق، وتوفي في 4 نيسان/أبريل عام 2012 بعد صراع مع سرطان الرئة. وهو ممثل سوري من أصول كردية، ولد في حي ركن الدين في دمشق في 8 من عمره. اكتشف أنه مولع بالرسم وأغرم بخيال الظل، وفي 10 بدأ يتردد على مسارح دمشق 7 كالنصر والرشيد والأندلس. أدى بطولة 2 مسرحيات من تأليف وإخراج أحد أساتذته في المرحلة الثانوية، ثم انتقل عام 1956 إلى فرقة المسرح الحر مع توفيق العطري، وضمت نخبة من الفنانين الكبار أمثال صبر عياد وحكمة محسن وأنور البابا، وكان يرأسها الفنان الراحل عبد اللطيف فتحي. وقدم حينها عددا من أدواره على الخشبة، لينتقل بعدها إلى الكتابة والإخراج المسرحيين. ومن أعماله في هذا المجال بالناقص زلمة خدام الأكابر، التي شارك في بطولتها أيضا. كما ألف مسرحية المجنون التي لم تبصر النور بسبب الظرف المادي السيء الذي عانى منه بعد وفاة والده. وفي 1965 اختاره المخرج اليوغسلافي بوشكو فوتونوفيتش لبطولة فيلم سائق الشاحنة، الذي انتجته المؤسسة العامة للسينما في دمشق عام 1966. ليليها العديد من الأفلام، منها أيام في لندن والفهد وخير الأعوج والعار، ليبتعد بعدها عن العمل الفني لمدة 12 عاما بسبب مشكلة صحية أصابت رئتيه. لكن بعد عودته تعرض لمضايقات عديدة، ولم يعد أحد يدعوه للمشاركة في أي عمل. ولكن في أواخر 70ات القرن 20 وقف معه الفنان طلحة حمدي ليعود مجددا إلى العمل.
ومنذ ذلك الحين وحتى وفاته لم ينقطع ظهوره على الشاشة السورية، وغدا خلال زمن قصير نجما ورقما صعبا في الفن السوري. وقد برع في الأعمال الدرامية والكوميدية وفي أنماط وبيئات فنية مختلفة. واشتهر بتماهيه مع الدور والحرص على تقديم أفضل ما لديه دائما، وله كم هائل من الأعمال الفنية المتنوعة، ومن أبرزها في التلفزيون هجرة القلوب إلى القلوب، الزير سالم، أيام شامية، دنيا، يوميات مدير عام، إخوة التراب، الدوري، غزلان في غابة الدئاب، التغريبة الفلسطينية، الفصول الأربعة، عصي الدمع. وفي السينما قدم عدد من الأفلام منها الليل الطويل، دمشق مع حبي، وقد تزوج الفنان السوري خالد تاجة 4 مرات، الأولى كانت من المغنية سحر المقلي التي توفيت باكرا في حادثة مروعة حدثت في فندق سمير أميس في دمشق عام 1981. أما الزوجة الثانية فلم يستطع أن يكمل معها وانتهت بالانفصال، كحال زوجته الثالثة الفنانة السورية نائلة الأطرش. وأخيرا تزوج من سيدة هولندية لكنها قررت العودة إلى بلادها، ولديه منها ابنة واحدة اسمها ليزا والتي لم يراها يوما. وتوفي عام 2012 بسبب نقص حاد في الأكسجين، وكان وقتها يصور مشاهده في مسلسل الأميمي. وكان قد حضر القبر سابقا بنفسه، والشاهد الذي حمل كلمات تقول: مسيرتي حلم من الجنون، كومضة شهاب زرع النور بقلب من رآها، لحظة ثم مضت. ونال الفنان خالد تاجة العديد من الجوائز، منها تكريم في مهرجان بودابست ببلجيكا عام 2010، والميدالية الذهبية في مهرجان دمشق السينمائي 9، والجائزة الذهبية لأفضل ممثل في مهرجان القاهرة 11، ودرع تكريمي عن دوره في مسلسل التغريبة في أبوظبي عام 2005. وحصل أيضا على جائزة لجنة التحكيم للدراما السورية أدونيا عام 2005، ودروع مختلفة من جهات عديدة.